فات اللي هو يوم 11 ده، ان انا ابلغ في شؤون المواطنين تبع وزاره الخارجيه. كان المسؤول اللي هناك قالوا لنا هندخلك لسياده السفير علشان يقبل الطلب بتاعك. فلما دخلت لسياده السفير قال لي بدل اسامي والدتك وامك مش في جريده، تاني سؤال الجريده وقال لي بدل اسامي امك واخوك مش موجوده في الاسامي دي يبقى مش مفقودين. قلت له انا اللي ببلغ حضرتك وانا اللي اهلي مفقودين، احنا بقى لنا اكتر من اسبوعين او اسبوع وقت بندور مش لاقيينهم. قال لي يعني انت دورت كل المستشفيات السعوديه؟ انت رحت دورت؟ قلت له انا ليا اخ هناك وبدور. قال لي طب خلاص بقى برضه اكيد ما دورش، ده مكه فيها مستشفيات لا تتخيلها وانا مش تلميذ. قلت له طيب والحل حضرتك؟ قال لي روح بس دور ولو ما لقيتهمش ترجع لي يوم الاثنين او الاحد ان شاء الله وانا هبعت لك بلاغ للقنصليه. مجمل اللي انتوا متواصل يعني خلاص بقى بعد كل ما انتوا حاولتوا بقى كل اللي انتوا توصلتوا ليه من تعامل المسؤولين معاك؟ اهمال وتقصير ونزل جدا متاخر جدا جدا جدا. انا دايما بقول احنا مصر مش اقل من اي بلد، احنا مصر مش اقل من اي بلد. طب ليه البلاد الثانيه والدول الثانيه اهتمت برعاياها واحنا ما لقيناش اي حاجه؟ خلاص الحادثه وقع، الحادثه اللي حصل حصل، بس انا واحد من الناس ليا اثنين امي واخويا ولدين صغيرين. طيب هم يعني الوضع فين؟ يعني هم فين مفقودين؟ لو ميتين ولا عارفين ولا احياء ولا مرضى ولا عارفين ولا حاجه.